يقضي معظم المراهقين أوقاتهم على الإنترنت، فبالنسبة لهم هي عالم حقيقي تماما مثل الحياة اليومية، وهي مكان أكثر أمانا لمشاركة أفكارهم وتجاربهم الحقيقية دون أي خوف. بل وأكثر من هذا، يقومون بكشف أسرار مخفية ومظلمة للغاية، ظنا منهم أنها ستبقى في العالم الافتراضي وللأبد. جريمة اليوم، وهي لشابة كندية لقيت مصرعها بشكل مأساوي وبأكثر الطرق الوحشية الممكنة، حيث أصابت الشرطة بالحيرة. تم العثور على جثتها في حقيبة وقد تفحمت بالكامل، والجنات تم كشفهم من خلال الانترنت. قناة الأحداث الواقعية تروي لكم قصصا وجرائم واقعية ومشوقة، وقصص جرائم حقيقية ومرعبة قد ثم محل لغزها. عزيزي المشاهد، يسعدنا انضمامك لقناتنا، بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد ومميز. لنتابع. في سنة 1992، في الأول من يناير، رحبت عائلة بقدوم مولودتها الجديدة وأطلقوا عليها اسم كيمبرلي. كانت تعيش في بلدة على جزيرة فانكوفر. نشأت كيمبرلي على محبة الحيوانات الأليفة، وقد قامت بتربية العديد منها. تعرضت كيمبرلي للتنمر في المدرسة، ولم تكن قادرة على التعامل مع القلق الذي تشعر به مع أقرانها في الفصل. الشيء الذي قادها لتغير مدرستها الثانوية إلى مدرسة ثانوية أخرى، معظم طلابها لهم مشاكل تختلف من شخص لآخر. انتهى بها الأمر للدراسة مع طلاب لهم ماضي عنيف في مدارسهم السابقة. كروس زميل لها في الفصل، وقد كانت ميوله وتاريخه مليء بالعنف. كان لا يزال صغيرا حينما تم اعتقال والده بتهمة خنق وقتل فتاة عمرها 16 سنة. صديق كروس المفضل وهو كامرون، وله نفس المواصفات. كان يتغيبان عن الدراسة ويدخنان الممنوعات. بدأ في شرب الكحول على سن 10، وبدأ تعاطيهم للمخدرات يتحول لعقاقير أقوى مثل الESD والإكستازي. كان كامرون طالب أسوأ بكثير من كروس، وكانت هيئته الضخمة تعطي له تفوقا على كروس، وشخصيته العدوانية بدأت منذ الصغر. أصبحت الآن كيمبرلي تخرج مع هذين المنحرفين اليافعين، كامرون 18 عام وكروس 17 سنة، وبدأت تجتمع معهما لتدخين المخدرات. تحول الشابان اليافعين إلى مغازلة كيمبرلي عبر الإنترنت، كل واحد فيهم يريد مواعدتها. صدت كيمبرلي محاولة كامرون التقرب منها. في الوقت نفسه ذهبت في موعد واحد أو أكثر مع كروس، لكنه أوقف هذه العلاقة كانتقام له لصديقه كامرون الذي جرحته كيمبرلي عند عدم قبولها له. بل وأكثر من هذا، أصبح يهدد كيمبرلي بنشر الرسائل لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في حين أن علاقة كيمبرلي مع كامرون عادية حتى الآن، حيث تتجاذب معه الحديث عبر رسائل نصية قصيرة. في يوم من الأيام، جلس الصديقان يشاهدان مقاطع فيديو تتميز بالعنف ضد النساء. آنذاك قرر تجربة كل ما رأوه على كيمبرلي المسكينة. في اليوم الموالي، أرسل كروس رسالة نصية لكيمبرلي يطلب فيها الاعتذار. لم تصدق كيمبرلي أن كروس هو من أرسل الرسالة، فطلبت منه أن يتصل بها هاتفيا وتسمع صوته. تحدث الاثنان لمدة ساعة تقريبا، ولم تكن كيمبرلي تدري بأن كاميرون أيضا يسمع كل ما يدور بينهما، حيث تم دمجه في الاتصال. طلب كروس أثناء المكالمة من كيمبرلي الخروج للتسكع في اليوم الموالي، فوافقت على الفور وبدون تردد. في نفس يوم الاتصال، تبادل كروس وكاميرون رسائل قصيرة مخيفة فحواها عن ماذا سيقومان بفعله بالضحية في اليوم الموالي. كتب كروس: سأقوم بحرقها. فرد كاميرون: لنقيدها ونتفنن في تعذيبها. أجاب كروس: هذا ما سنقوم بفعله. في صباح يوم 18 من مارس، وحوالي الساعة 10 صباحا،
التقت كيمبرلي بكروس وتفاجأت بوجود كاميرون معه. بدأوا في التسكع قليلا قبل أن يذهبوا جميعا إلى منزل كروس، المكان الذي خططوا له قبلا أن يكون مكان جريمتهم. لم يمضي وقت طويل على دخول المراهق إلى المنزل حتى انقضوا على كيمبرلي وقاموا بتقييدها وتكميمها وربطها من معصميها. دفع كروس جوربا في فمها وختم عليه بشريط لاصق. لساعات تناوبوا على ضرب الفتاة التي لا حول لها ولا قوة، وبعدما أنهكوا من تعذيبها قاما بإدخالها في المجمد، وكان سبب الوفاة هو الاختناق ببطء بعد نفاذ الأكسجين بشكل مؤلم داخل المجمد. في اليوم الموالي قام المجرمين بحشو جثة كيمبرلي في حقيبة رياضية كبيرة، وقد كان كاميرون لقوته الجسمانية قادرا على حمل هذه الحقيبة، واستقل حافلة وذهب بعدها إلى غابة وتحت الجسر قام بوضع الحقيبة وإشعال النار فيها وانصرف كأن شيئا لم يحدث. كيمبرلي الآن مختفية وأسرتها تبحث عنها والشرطة أيضا. في نفس ليلة الجريمة صادف وجود متنزهين في الغابة لاحظوا وجود بقايا عظام متفحمة فأبلغوا الشرطة على الفور. لم تستغرق الشرطة إلا 3 أيام لتأكيد أنها جثة كيمبرلي، وذلك عن طريق سجلات الأسنان. منذ البداية كان المحققون في حيرة من أمرهم، من يكون مسؤولا عن فعل مثل هذا؟ قام أصدقاء كيمبرلي بإنشاء صفحة تذكارية لها على الفيسبوك، وانتشرت أخبار بينهم أن الشرطة تراقب تلك الصفحة لعل المجرم يقوم بتدوينة عليها، كما أنها تقوم باستجواب أي شخص قريب يقوم بالتعليق في تلك الصفحة. كان هذا كفيلا بكروس أن يكون حريصا على عدم ترك أي رسالة على تلك الصفحة، ومع ذلك لم يقدر على مقاومة رغبته في مشاركة أعماله الشنيعة مع صديقة له على الإنترنت تعيش بعيدا عنه. راسلها بعد 5 أيام من قتل كيمبرلي وقال لها أنه يريد أن يخبرها بشيء، واختار غرفة دردشة في لعبة مشهورة وأقر لها بما فعلها، كما أنه أدخل صديقه كاميرون لغرفة الدردشة ليؤكد كلامه. خلال الأسابيع التالية كان كروس قليل التردد على المدرسة، وعندما كان زملاؤه في الفصل يتحدثون عن مقتل كيمبرلي كان يطر في وجههم، وذات مرة قال إنه سعيد بموت كيمبرلي وأنه يكرهها. علمت الشرطة من أحدهم بما قال كروس. أحضرت الشرطة كروس وقامت باستجوابه، قال لهم بأنه رآها ذلك الصباح وأنها غادرت وكانت تنوي العودة عنده، لكنها لم تعد. لم تقتنع الشرطة بكلام كروس وبدأت بتتبع خطواته عبر الانترنت لتجد محادثات له مع كاميرون يتفاخرون فيها بما قاموا به وأن عليهم أن يعيدوا الكرة مرة أخرى مع شخص آخر. عملت الشرطة على استخراج العديد من النصوص القديمة والرسائل والمحادثات عبر الانترنت للمتهمين تؤكد تورطهما في مقتل كيمبرلي. وفي 18 من يونيو من سنة 2010 تم القبض عليهما واتهما بمقتل كيمبرلي، ورغم كونهما قاصرين أصر الادعاء على الحكم عليهما بإحكام البالغين. وبعد قرابة سنة على مقتل كيمبرلي حاكمت المحكمة على كروس وكاميرون بالسجن المؤبد مع عدم وجود أي فرصة للإفراج المشروط إلا على مدة 10 سنوات.